السيد وكيل العام رئيس العامين كافد النغ العدد اتصالات لأن يزوق قصد العاد يقرص القذف قد تكوضني ما تكوضني ثا نشن في غمانايا نغ السيد وكيل العام بأن منايا ويجي منايا نافع الشعارات حقا أن حق النغ من تزوير يوقع عندي منا إن هي غير خصها تضعف عاد يجب الدعوة غا المحكمة الدستورية يربط لا حقا نشقى سجاد غدو صلاحفا ولكن ضد إيمان نشتو غارج نتيقى التمقرانت للقضاء من المغرب في السلطات المغربية ولكن في آخر لحظة في الثواني الأخيرة تفاجئ أن إجل مسؤول ضام قران دي دينت يكشى الأوامير ضد رغبة المواطنين الشعب النهضة باشا هاد الزوان النتائج يمشي غسقا خو ما تلحليتي وثم كنيو اكل خو السيد وكيل العام ناشقة منية تقاد تقليجن يعني غيجن وقفة بدون ترخيص ثلاثة اللي غاس نشقي مستعد زنهارة هذا في غير حبس بوليسية تكشف الأوامر الناش هذا يعتقل شقي مستعد في غير حبس إن هي مرة لقيت شد حاجة قتل في غير حبس مرة ولقيت شاد نغس الحمد لله إني تقن إني تشنار رشوة المفسدين إني يتسول المالك وغاس أنت روح مشي باش يتسيف مير حبس ناش هي جاء ضرمنا يقين يخسر يتسيف مير حبس ولذلك يتفهم الوضع النار يتفهم الوضع النار خوي الناش راح من والدين مثل هدوء تعرف عن كنيو تستمر من خوي ما يسال الشعبي خوي شاد شواغ الاخوان اغاري اكيد يتجان دي منايا اما يمكن ان نستمر انا عارف عن وين القضائيه ولكن الشين نهارا ني غسيل وكيل العام بالله وغان بوش المشكل لك القضاء لك البوليس لك الشرطه لك مخزنيه لك العسكر لك الجندار شي المشكل هنا غنقران وكيل عامل النافوا لان ابرشان يتغيمك رئيس الدائره يتغيمك القويان يتغيمك وين كان يتكيسن من يعني والدي اليس هذا بتزوير ومع ذلك خص هذا ومين غا 8 ونص وتحتفل بان يا رح. والله لا تصوير ما يمي لان المنصوري مثلا خاص جهات عليا ومس جنرال ومس فلان يحكم ادرا غادي العامل تشني الاوامر الشين لا ونش هذا ومين صراحه مين يقع الوكيل شو عارف الغارض قاعد الانتخابات وان شنين خسار إنش روح رياضية الناس نعم روح رياضية كان مستعدين خاص ولكن ماشي تصوير ماشي تصوير روح رياضية ماشي تصوير ماشي تصوير ولكن ولكن أنا والغزاز أنا روح رياضية الكاف صديق حارب الكاف الفساد أحسن يكز شوية أحسن تكز يوذاني مشي التمنية العقب هذا إحنا غير حبس يوذاني يبخدسون ما أدري خسنيني وخسنيني هنا العقب اللي يودانا مرة اللي هذا حنا غير نحبس واش نظامي غاني هو خو شي انت تاع ضد المفسدين حنا مع إرادة الملك ديالنا اللي قال في الخطاب الأخير ديالو على الانتخابات وبكل وضوح وبكل شفافية لا للمفسدين لا للمفسدين لا للمفسدين يعني خطابات الملك تبقى حبرا على ورق فقط ان تطبق راه اعلى سلطه في المغرب راه الملك محمد السادس نصره الله واياده راه اعلى سلطه ولكن يجي هذا كيزوق له الهضره هذاك العامل هو ما كيعرفو يزوقوا الهضره يعيط الوزاره الداخليه باش يتهم شي واحد يدخلوا الحبس ولا يديروا كيعرف يزوق الهضره يعرف اش كيكون يعرف ولكن الا عندك الشعب وراك ما عنده ما يزوق انا مستعد نموت على هذه المدينه مستعد ندخل الحبس وقلت السيد الوكيل العام اعتقلني وامرني بالاعتقال ووجد لي البلطه والسنته ولا الوساده في الحبس انا مستعد نمشي للحبس كاملين دخلوا كاملين ولا جايين ولا غادي نرفعوا هاد الشعارات هادو حنا دابا بغينا ان شاء الله الناطور ديالنا والمغرب ديالنا والمريخ ديالنا يمشي لقدام هذا الشيء اللي بغينا عايش الملك اما هاد المصورين هادو راه ما يصلحوش وخاصه هاد المصور الكبير العاقل بن تامي مصور واقولها بكل شفافيه واتحمل المسؤوليه ونمشي للحبس على هاد الهضره هذه لان وانا الا مشيت للحبس
المتراجم والمتباطل. عاش الملك. عاش الملك.